رمضان 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 يا شهرنا هذا قدمت مباركا فعليك من رب الأنام سلام أحيا بك الله النفوس وأهلها فسما بها نحو الخلود صيام أرواحنا لسنا الهدى مشتاقة وبنا وأنت دواؤنا آلام أرواحنا لسنا الهدى مشتاقة وبنا وأنت دواؤنا آلام. هذا البرنامج يأتيكم برعاية مؤسسة السباعي الخيرية. وحتى نكون عمليين في قضية العناية بالفقراء، هناك أناس موفقون، فجعل البعض منهم هناك مبلغ من المال يقتصه من راتبه من أجره، هذا عنده لا يمكن أن يستخدمه ولا أن يستغله إلا في قضية الإنفاق على الفقراء والمساكين. والبعض منهم أصلا هو من الحساب، مجرد أن ينزل راتبه في حسابه البنكي إذا المبلغ مباشرة ينسحب ويذهب في باب من أبواب الخير، كفالة يتيم، القيام على أسرة، أرملة، يقوم على أرملة. وأنتم تعلمون الأجر المترتب على كفالة اليتيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، والقائم على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وهذه أجور عظيمة على مثل هذه الأعمال. فأنا أدعوك إلى أنك فعلا يكون لك موقف حازم في قضية الإنفاق، لا تجعل الموضوع هكذا. إن كان عندك مال فكل ما زاد هذا المبلغ كان أطيب، وكل ما تنوعت مجالاته وتعددت قنواته، يعني مثلا واحد يجعل 5 ريالات في هذا الباب، 5 ريالات في هذا الباب، آخر يجعل 50 ريال في باب الأيتام، 50 ريال في العناية بالفقراء والمساكين، وهناك مشاريع أخرى. من الأفكار الجيدة في رمضان والعناية بالفقراء هو أن نجعل أبناءنا يتفاعلون معنا. فمثلا أنت تذهب بأبنائك وتشتري طعاما، ثم تذهب إلى هذه العائلة، العائلة الفقيرة، وتجعل أبنائك هم ينزلون بهذا الطعام ويطرقون الباب ويسلمونه، تجعل أبنائك يشاركونك حتى في دفع المال، أنت يا ولدي جيب ريالين، وأنت يا ولدي جيب هذا المبلغ، ودرهم من هنا ودرهمين من هنا وريال من هنا وريال من هنا، تجمع مبلغ من المال، تقول الآن هذا المبلغ اللي جمعناه سنذهب به إلى الفقراء ونطعمهم، وإن شاء الله الطعام اللي احنا نشتريه لهم إن شاء الله يفطرون عليه حتى نفوز بالأجر مرتين. يسألونك الأولاد يا بابا ما هو الأجر، إيش الأجرين هذه؟ تقول لهم أولا إجراء أجر النفقة والصدقة، ثانيا أن من فطر صائما كان له مثل أجره. فيقولون ما شاء الله تبارك الله، يعني احنا خذينا أجرين، وبعدين يرجعون إلى البيت وبانبساط وانشراح صدر وفرح، فيذهب إلى أمه يقول يا أمي احنا كسبنا أجر مرتين، ذهبنا إلى العائلة الفقيرة وأطعمناهم. ما أجمل هذا الشعور، ما أجمل هذه الأحاسيس، جربوها مع أبنائكم ستجدون أنهم يفرحون في هذه القضية. ثم أيها الإخوة، أليس هؤلاء الفقراء جزء من المجتمع؟ أليس لهم واجب علينا؟ بل إنني أقول لهم حق علينا من أموال الزكاة. ترى مال الزكاة أيها الإخوة ليس فضلا منا على الفقراء، انتبهوا لهذه المسألة أخي أخت الكريمة، الزكاة في مالك ليس تفضلا منك على الفقير والمسكين، بل هو حق للفقير والمسكين والأصناف الزكوية 8، هذا حق لهم ليس تفضلا منا. نحن نتفضل بما تفضل الله عز وجل علينا من باب الصدقات والنفقات العامة، أما الزكاة فيجب. فلا تبخسوا الفقراء أقل حقوقهم وهي فريضة الزكاة. أنا كل أمل بالله سبحانه وتعالى أن تتحرك مشاعرنا تجاه الفقراء والمساكين في هذا الشهر وفي سائر العام. وفقك الله سبحانه وتعالى لفعل الخير،
جعلنا الله وإياكم وإياك من المنفقين المتصدقين الباذلين. إلى الملتقى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج يأتيكم برعاية مؤسسة السباع الخيرية. رمضان 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 رمضان، يا شهرنا هذا قدمت مباركا، فعليك من رب الأنام سلام، أحيا بك الله النفوس وأهلها، فسما بها نحو الخلود صيام، أرواحنا لسنا الهدى مشتاقة، وبنا وأنت دواؤنا آلام، أرواحنا لسنا الهدى مشتاقة، وبنا وأنت دواؤنا آلامه.